I can assure you that قرار منح شرف تنظيم كان 2025 لأي بلد سيكون بشفافية تامة، لأن اللجنة هي مستقلة عن الكاف وتقدم التقارير للاتحاد الإفريقي. The independent assessment committee has to report to EXCO, so they'll be coming to the CAF EXCO and giving a report of what they've seen, their assessment in all of the. اليوم الأمور ستتغير مقارنة بالسنوات القادمة. لدينا كل الثقة في اللجنة المخصصة لمتابعة جاهزية البلدان لاحتضان كأس أمم إفريقيا. Who may not be part of the EXCO,